في زيارتي الأخيرة لمدينة كودرا في دولة ألبانيا، وقفنا عند هذا المسجد اللي شكله جدا عادي أول ما تشوفه، لكن القصة اللي وراه عظيمة وعميقة. بعد الحرب العالمية الثانية حكم ألبانيا الدكتاتور العلماني أنور خليل خوجة اللي حارب الإسلام والمسلمين، وهدم أغلب المساجد ورمى المشايخ في السجون. وكان أهم شيخ في دولة ألبانيا في هذاك الوقت وهو الشيخ حافظ صبر خوجة اللي وقف ضد الظلم وتمسك بدينه. فسجن أنور خوجة لمدة 20 سنة، وفي عام 1990 مات أنور خوجة وسقط حكمه. فخرج الشيخ حافظ صبري من السجن، وأول شيء عمله بعد ما خرج من السجن وهو التوجه إلى المسجد الرصاصي اللي أذن وأقام الصلاة فيه، وهذه كانت أول صلاة علنية من 20 سنة. ووقتها صلى خلفه 55,000 ألباني في منظر مهيب. والحين المسجد الرصاصي تقدر تصلي فيه لكن ما في كل وقت، والسبب لأنه في الشتاء يمتلئ بالماء ما يصير تصلي فيه، في الصيف يكون مفتوح وما في ماء.